فيصل، صباحك يا رب. صباح الخير. هنا محطة تي سنترالين الوسط العاصمي، ولنا ننزل على محطة البندل توغ عشان نتجه إلى كونغ سينجن من البندل توغ. هنا نازلين الدرج، طبعا المحطة جاي تقدر تقول هو يعني أسفل الأرض، عدة طبقات، ممكن 3 طبقات، اسمها محطة بندل توغ. اتجهها عادة بتكون إلى كونغ سينجن أو بولستان. هذا الاتجاه هون بروح على أكالا أو بروح على منطقة هيولستر. طبعا هذا مش البندل توغ، هون بنتجه البندل توغ. هاي بندل توغ. يجيك الطريق. واليوم حاب احكي عن موضوع الامان النفسي. حاول اصور لكم شوي هيك من محطة البندل توغ. في بعض المحلات هون كمان بدي اشرب قهوة اسبريسو مع اسبريسو. في طبعا زي ما تقولوا السيجنال، الإشارات بتدلك على كل محل، على كل اتجاه، لوحات. هاي بريسبير هون، يعني اللي ما لحق يشترى شغلة فوق بيقدر يشتريها تحت. فبلاحظ أنا إنه بعض الناس بتلاقيهم لا بتطلعوا على المواعيد، يعني في تطبيق خاص بمدينة ستوكهولم للمواصلات، فبتلاقيهم بخابطوا مخابطة هم بركضوا وبتوتروا وبوتروا نفسهم وبوتروا أطفالهم، بيعرفوش أي لينيا أي خط هم ماشيين فيه. يعني هون في خط، هاي شوفون سبورت ريفيرا. فالواحد فينا لازم يعرف السبورات ويعرف أرقامها ويجي بكير. وفي استعلامات، في خرائط كثيرة موجودة في المنطقة. شوف مثلا زي هاي بتركض بوتروا نفسهم بوتروا أطفالهم. هاي هون استعلامات، ها شايفين. نشوف القطار تبعنا كم دقيقة بده. اوه ضايل دقيقة. هاي احنا كمان تأخرنا واحنا نمشي ونحكي. هلا بننزل من هون نشوف القطار تبعنا، ان شاء الله بنلحق. بس عشان كنا نعمل الفيديو. هاي وصلنا القطار تبعنا بولستا. هاي هيك قطار، ما في ناس كثير. نروح هناك شوي اصور لكم شوي هيك من القطارات، ارجيكم الوضع. في مكان مرتفع مكان منخفض، وخلينا نقعد بجهة نقدر نصور منها. وهيك هاي قاعدة هون. الحيرة اول ما دخلنا البيوت كونغ سينجن، شيء حلو. فيها بحيرة كبيرة كثير شكلها. الجهة الاخرى مقابلة، ان شاء الله نطلع منطقة جميلة. يعني احنا على قرابة من بولستان، تقريبا اخر محطة وبلانس برو. هاي محطة القطارات في كونغ سينجن. ويوم سعيد اخواني الكرام من مدينة ستوكهولم كونغ سينجن، محطة جديدة وانطلاقة جديدة، ويوم سعيد ويوم جديد من مدينة ستوكهولم. هاي وصلنا هون على كونغ سينجن، مشى بالمحطة شوي، القطار مستمر إلى بولستان. نشوف المكان، القطار الثاني عودة، القطار العودة، محطة القطارات كونغ سينجنز، وبرضه مباشرة بجانبها محطة الباصات، فشي رائع وجميل جدا. هاي إطلالة هيك سريعة على المنطقة، وخلف المحطة موجود البحيرة. فرجيكم البحيرة، فرجيكم بعض المحلات في سنترو. هيك إطلالة صباحية، ويسعد صباحكم، ربنا يسعدكم دنيا وآخرة. جميعا نشعر بالأمان النفسي والروحي والمادي والاجتماعي. هاي البحيرة هناك، هاي المحطة هون. يعني الورد في كل مكان ما شاء الله سبحان الله. صباح الورد.
متجهين للسنتروم المنطقة، هاي البوتيك الصيدليات كان يكون تقريبا خلف السنتروم او تقدر تقولوا السنتروم. يسعد صباحكم يا رب. هاي البنوك، هاي البنك هاندلز بنك، يعني هون في كثير شركات ومؤسسات، يعني احنا قريبين على السنتروم. هون شركات سكن والبنك السويد بنك سبار بنكين كونسينجن مدينة ستوكهولم. هاي إكا شي حلو، اتفرج على هالميات عن قرب. سبحان الله العظيم، انظر هالتماثيل سبحان الله شي حلو. الجهة شكلها الجهة حلوة، فيها زي أسواق المحلات، شي جميل ورائع المكان. منظر السنتر من هون، وهيك بتتجه لمحطة القطار، وهيك بتعمل لك جولة هيك دائرية، توصل لبعض الكافيهات وبعض المكلري اللي ببيعوا البيوت. وهون كمان عندك الفورت سنترال، هي هون. وهناك في كنيسة بالخلف. هلا بناخذكم لعند محطة القطار كمان من هاي الطريق. يعني منطقة حلوة نظيفة مرتبة، في الكارتشر روسي هناك، منطقة جميلة جدا نظيفة مرتبة. بالأسفل موجود البحيرة، هاي هون الكارتشر روسي الثقافة، وهيك بلانز فرو الكومون، وهيك بتوصل عند المحطة من هون. هذا الطريق تتجه إلى الاستراند البحيرة، طريق جميل ورائع جدا، لبيوت على اليمين وعلى اليسار، بيوت فيلل جميلة ورائعة جدا. بعدين نتجه بهذا الشارع إلى البحيرة، فرجيكم الاتجاه المقابل كمان، جميل جدا، خضار وطبيعة ونظام رائع جدا جدا. هنا السفن، هون في كمان ممكن محطة باص، الله أعلم. نشوف أنواع الأشجار، سبحان الله، خضار، الطبيعة، الأجواء. اليوم درجة الحرارة 22، ممكن توصل لخمسة وعشرين، بقولوا ممكن في أمطار، بس الجو بجنن، يعني حتى لو كان في أمطار سبحان الله. هاي هنا كونغسينغين بوت سيلسكاب، هون السفن، فرجيكم إياها هاي. وبعدين نتجه البحيرة. وصلنا عند البحيرة كونسينغن مدينة ستوكهولم، بحيرة كبيرة ضخمة جدا جدا، طقس جميل، طبيعة رائعة سبحان الله، هدوء، أصوات الطيور، يعني شيء سبحانك يا رب، ما لك إلا تسبح وتذكر رب العالمين في الطبيعة، تتأمل هالكون والطيور والحيوانات، تشكر رب العالمين على هاي النعمة اللي أنعمها عليك. الحمد لله على كل حال. هاي الطريق، نكمل الطريق. هون نفرجيكم، هون السفن، مكان السفن لوحده، يعني سبحان الله كل شيء منظم، كل شيء مرتب. هون كمان سيارات لأصحاب السفن، بيجوا بصفوا سياراتهم. هون السفن، هنا في السفن، والسنتروم بالمقابل، بالجهة المقابلة. يعني احنا جايين خلف سنتروم كونغسينغن، هنا مصف السفن والبحيرة من خلفي الثانية. هنا السفن تتحرك، هناك القطار بمشي من هذيك الجهة الفوق. كل شيء مرتب، كل شيء منظم. هنا ما بعرف شو هاي بالضبط، هاي استراحة ولا شو، كونغسينغن بريغا، شيء حلو مرتب، بحيرة كبيرة جدا جدا سبحان الله العظيم. كونغسينغن